الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. صدق الله العلي العظيم. نتحدث عن قضايا فيما يرتبط بالجانب العلمي لشخصيات من الدرجة الثانية عندهم، بالتحديد للأئمة الأربعة، لهم أئمة المذاهب الأربعة. نتوقف وقفة سريعة جدا عند بعض الفتاوى التي أفتى بها هؤلاء الأربعة. وقبل أن أذكر لكم بعض النماذج، هناك الفاتة يلزم أن ننتبه إليها. نحن عندما ننتقد أحد أئمتهم الأربعة أو نتساءل، هذا لا يكون خاصا بذلك الشخص ولا يكون خاصا بأتباعه، بل هذا سؤال أو نقد على كل العامة. لماذا؟ لأنه عندهم أي شخص يتبع أي مذهب من تلك المذاهب الأربعة يجوز له في أي مسألة أن يأخذ من أي شخص آخر من هؤلاء الأربعة. يعني شخص حنفي مثلا، عندهم يجوز أن يأخذ أي مسألة يشاء، يأخذها من ابن حنبل، يأخذها من مالك، يأخذها من الشافعي، جائز له. شخص حنبلي يجوز له عندهم أن يأخذ أي مسألة يشاء، يأخذها من أبي حنيفة، يأخذها من مالك، يأخذها من الشافعي، هكذا بالنسبة للمالكية، هكذا بالنسبة للشافعية. فتاوى هؤلاء الأربعة عندهم حجة، كل فتوى حجة على كلهم. أي شخص يريد أن يأخذ أي فتوى من هؤلاء الأربعة
يجوز. بعد هذه النقطة أنقل لكم بعض الموارد بسرعة. عندنا تساؤلات، بل بكل صراحة عندنا نقد علمي لهذه الطريقة أساسا. المورد الأول، لا أريد أن أتوقف عند هذا المورد لأن هذا المورد ذكرته سابقا، قضية أطول مدة الحمل. هذه القضية عندهم أنا أعتبرها من العجائب، قضية جدا عجيبة. ذكرت بعض التفصيل لهذه القضية سابقا، لا أريد أن أعيد، ولكن هل يعقل، فقط مرور سريع، هل يعقل أن امرأة تحمل 3 سنوات؟ معقول هذا؟ بعيدا عن العصبيات، بعضهم قال لا ليس 3 سنوات، 4 سنوات، بعضهم قال ليس 4 سنوات، 5 سنوات، بعضهم قال بين 6 سنوات إلى 7 سنوات، قول آخر 9 سنوات، قول آخر 10 سنوات، قول آخر من دون تحديد. هذا القول جدا عجيب، من دون تحديد، يعني شخص توفي، زوجته جاءت بولد بعد 30 سنة، هذا الولد ملحق بذاك الشخص الذي توفي قبل 30 سنة، بدون تحديد. معناه هذا أنه في أي وقت. طبعا هذه الأقوال ليست كلها للأئمة الأربعة عندهم، ولكن أقوال على الأقل، على الأقل إلى 5 سنوات أقوال لهؤلاء، بل حتى 9 سنوات، قول ينسب إلى مالك على ما ببالي، إلى 5 سنوات أقوالهم، قول لمالك 5 سنوات، يعني هذا المقدار للأئمة الأربعة عندهم. يعقل هذا الشيء؟ يمكن قبوله؟ هذه لا تعتبر خدشة، لا يعتبر خطأ فظيع يصدر من شخص؟ يمكن أن يقبل هذا الكلام؟ امرأة تحمل 5 سنوات؟ هذا مورد ذكرناه، لا أريد أن أتوقف عنده. أنقل لكم موارد أخرى. المورد الثاني، في كتاب، هذا الكتاب باعتبار أنه متوفر ومشهور جدا وجامع إلى حد كبير، هناك كتب أخرى أيضا، ولكن أنا ركزت على الأخذ من هذا الكتاب بالذات لانتشاره. هذا الكتاب موجود تقريبا في كل بلاد المسلمين، كتاب منتشر، كتاب فقهي منتشر في كل البلاد ومشهور، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة. أنا أنقل لكم من هذا الكتاب حسب طبعة دار الفكر ودار الكتاب العلمية بيروت لبنان، يعني أرقام المجلدات والصفحات قد تختلف من طبعة لطبعة أخرى، هذا حسب هذه الطبعة، طبعة دار الفكر ودار الكتب العلمية. في هذا الكتاب المجلد الرابع، كتاب النكاح، صفحة 24، نص العبارة أقرأها لكم، قال اتفقوا على أن النكاح ينعقد ولو هزلا، هزلا يعني مزاح، شو يسموه؟ قشمرة، شخص يزوج ابنته أخته، ولي الأمر، تعلمون ولي الأمر حتى ممكن تصل الأمور إلى ابن عم البنت إذا ماكو درجات ثانية، شخص يزوج امرأة هزلا مزاح، هذا النكاح ينعقد. ثم يقول، هذا نص العبارة، فإذا قال شخص لآخر زوجتك ابنتي، فقال قبلت وكانا يضحكان، مزاح، قضية مزاح، هذا قال زوجتك ابنتي، ذا قال قبلت، خلاص انعقد النكاح، خلاص صار زوجته. كالطلاق والعتق فإنهما يقعان بالهزل، حتى الطلاق، شخص مزاحا قال لزوجته طلقتك، خلاص طلقت، شخص اعتق عبده مزاحا انعتق، خلاص روح اشتري 1000 دينار ذهب اشتري عبد ثاني،
هذا المورد الثاني، يعقل أصلا؟ المورد الثالث، نفس الكتاب المجلد الخامس كتاب الحدود صفحة 119، نص العبارة هذا. طبعا زين الإنسان يضبط نفسه يعني، ولكن هذا نص العبارة. قال: لو تزوج رجل بامرأة وغاب عنها سنتين فأتاها خبر وفاته، زوج ذهب في سفر في كذا سنتان، في بعض العبارات حتى لو أكثر من سنتين، القضية ليست خاصة بسنتين، غاب فترة طويلة، فأتاها خبر وفاته، علمت أنه توفي، يجوز لها في هذه الحالة أن تعتد وتذهب وتتزوج طبعا، فاعتدت منه، هذا نص العبارة جاي أقرأ لكم، فاعتدت منه ثم تزوجت بزوج ثاني وأتت بأولاد من الزوج الثاني. نعم، فاعتدت منه ثم تزوجت وأتت بأولاد من الزوج الثاني ثم قدم الأول، بعد فترة جاء الزوج الأول، تبين أنه ما كان متوفى، فإن الأولاد يلحقون بالأول وينتفون من الثاني. دققوا في كلمة أولاد، ماذا قال؟ قال: فاعتدت منه ثم تزوجت بزوج ثاني وأتت بأولاد من الزوج الثاني، ليس بولد، يعني 5 سنوات 10 سنوات تعيش مع الزوج الثاني، جاءت بثلاثة أولاد، الأولاد جمع، أقل الجمع ثلاثة، يعني جاءت بثلاثة أولاد من الزوج الثاني، أو 4 أو 5 أو 10 من الثلاثة فما فوق، 10 سنوات 20 سنة عاشت معه وجاءت بأولاد. والعبارة لطيفة، يقول: وأتت بأولاد من الزوج الثاني، واضح امرأة عندها زوج، ثم قدم الأول فإن الأولاد، كل هؤلاء 4 5 10 من الأولاد كلهم، فإن الأولاد يلحقون بالأول. يحتاج العبارة أصلاً، تحتاج العبارة إلى تعليق؟ نموذج رابع، نفس الكتاب ونفس المجلد، في الصفحة التالية، المصدر السابق المجلد الخامس كتاب الحدود صفحة 119، هذه العبارة في نفس الكتاب، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة المجلد الخامس كتاب الحدود صفحة 120، يقول: فالحنفية يثبتون النسب بمجرد العقد، بمجرد أن شخص يعقد على امرأة، إذا جاءت هذه المرأة بولد، هذا الولد طبعا بعد أشهر هذا الولد يلحق بذاك الزوج، بمجرد العقد. يعني ماذا بمجرد العقد؟ يعني لا يحتاج أن يجتمع في مكان واحد، الزوج في مكان، الزوجة في مكان ثاني. لاحظوا العبارة: فالحنفية يثبتون النسب بمجرد العقد، وقالوا إن مجرد المظنة كافية، مجرد أنه يحتمل احتمال ظن يوجد أن هذا الولد ولد ذاك، خلاص يلحق، لا أكثر من ذلك، بل قالوا، هذه العبارة شاهدي: لو أن رجلا تزوج امرأة بالمغرب وهو بالمشرق، الرجل في المشرق تزوج بامرأة في المغرب في غرب الأرض، فولدت لستة أشهر، بعد 6 أشهر جاءت بولد، كان الولد ملحقا به، إلى أن يقول: وإن لم يجتمع بها. هذه نص العبارة، شخص في المشرق تزوج بامرأة في المغرب، ما اجتمع أبدا، بعد 6 أشهر تلك المرأة في المغرب جاءت بولد، هذا الولد ملحق بهذا الرجل. لا أقول لكم ما هو الدليل الذي استدل به، الدليل أغرب من الكلام نفسه، استدل بآية قرآنية.
أنا مقبول؟ خل أذكر لكم الدليل. استدلوا لهذه الفتوى بالآية المباركة: وأرسلنا الرياح لواقح. معقول؟ النموذج الخامس، نفس الكتاب، المجلد الرابع، كتاب الطلاق، صفحة 285. هذه نص العبارة، يتحدث عن موضوع عن الإكراه، ثم يقول: هناك أشياء، هذه نص العبارة، هناك أشياء أخرى تصح مع الإكراه. لو أكره شخصا آخر، ذاك المكره مكره، صنع شيئا، قال شيئا، هذه الأشياء تكون صحيحة، صحيحة شرعا، يعني مؤثرة شرعا. منها، هو يقول، منها العفو عن القصاص. شخص قتل شخصا، أولياء الدم من حقهم أن يقتصوا منه، يطلب القصاص، صحيح؟ ذاك جاء رفع السلاح على أولياء الدم، قال: أسقطوا القصاص، أعفوا عني. قالوا: عفونا عنك، عفونا عنك، الآن يقتلهم. مجرم قتل أباهم مثلا، الآن جاء رفع السلاح عليهم، يقول لهم: أسقطوا القصاص، أعفوا، قولوا عفونا عنك. قالوا: نعم، عفونا عنك، عفونا عنك. خلاص، إذا قالوا ذلك مكرهين، هذا يصح، ما لهم حق بعد يقتصون منه. خلاص، منها العفو عن القصاص، ولا ضمان على الجاني. إذا عفوا عن القصاص مكرهين، هذا كله موارد صحة الإكراه، خلص ليس لهم الحق أن يقتصوا منه. ومنها، هو يقول ومنها، هذه عبارته، ومنها أن يكرهه على نذر أو يمين، فإنه يجب عليه أن يبر بها وإن لم يفعل أثم. عجيب، شخص أكره شخصا، انظر، رفع السلاح عليه، قال: قل لله علي أن أفعل كذا. هذا قال خوف، لله علي أن أفعل كذا. رفع السلاح عليه، قال، أكرهه، قال: قل بالله أفعل كذا، احلف. هو خوفا على حياته، حلف، حلف بالله أنه يفعل كذا. إذا حلف مكرها تحت وطأة السلاح، يجب عليه أن ينفذ ما حلف عليه. وإن لم يفعل أثم. بس هذا المقدار الأعجب، بقية العبارة جدا عجيب. ومنها أن يكرهه على نذر أو يمين، فإنه يجب عليه أن يبر بها، يعني ينفذ ما حلف عليه، ما نذر. وإن لم يفعل أثم، العجيب هنا، سواء كان المحلوف عليه طاعة أو معصية. يعني رفع السلاح عليه، قال له: قل والله مثلا ستذهب وتسرق الشخص الفلاني. هو خوفا على نفسه قال: نعم نعم، حلف، حلف بالله أنه يذهب ويسرق من الشخص الفلاني. صارت السرقة واجبة عليه، يجب عليه أن يسرق حتى لو كانت معصية، سواء كان المحلوف عليه طاعة أو معصية. يعني حتى لو حلف على معصية، يكون ذلك واجبا عليه، وإن لم يفعل يأثم، يعني إن لم يذهب ويسرق من ذلك الشخص يكون آثما. احلف أنك تقتل الشخص الفلاني، يصير واجب عليه أنه يذهب ويقتل الشخص الفلاني. اذهب احلف تحت وطأة السلاح، الإكراه بالسلاح، قال له: قل وإلا أقتلك. يعني نعمة الطريقة بعد، خلص المجرمين بعد ماذا يريدون؟ خلاص، واحد مجرم طاغوت يجمع أصحابه، يرفع السلاح عليهم: احلفوا، احلفوا أنكم تعذبون المساجين في السجون،
تفعلون الكذا، تقتلون كذا، تصادرون أموال كذا؟ هم يقولون نعم نعم نحلف. حلفوا، صار واجب عليهم، انعقد النذر، انعقد القسم اليمين. أصلا يتمكن الإنسان أن يحلل هذا الكلام؟ هذا الكلام يصدر من إنسان عادي ناهيك عن شخص كبير. ومنها من موارد الإكراه الصحيح، يعني إذا الشخص كان مكرها يجب عليه الالتزام، من الموارد يقول: ومنها الإكراه على الصلح عن دم القتل عمدا. يعني ماذا هو يشرح؟ فلو كان لشخص دم عند آخر وهدده بالقتل أو الإيذاء، شخص له دم على شخص آخر، يعني ماذا؟ يعني ذاك قتل من هذا الشخص، قتل أباه، قتل أخاه مثلا، هذا ولي الدم. الجرائم في العديد منها هناك حقان، حق بالقصاص وحق بالدية. هؤلاء يجوز لهم أن يقتصوا من ذلك الظالم، يطلبون القصاص أو يطلبون الدية. ذاك رفع السلاح على هذا، هذا يقول رفع السلاح على أولياء الدم، قال لهم: صالحوني بمبلغ، بدل أن تقتصوا مني، بدل أن تأخذوا مني الدية، لا، صالحوني على مبلغ أقل، صالحوني على دينار. رفع السلاح عليهم، قال: صالحوني على دينار، قولوا نعم نحن نأخذ منك دينارا ولا نطالب بالقصاص ولا نطالب بالدية. هو قتل أباهم مثلا، صالحوه مكرهين، هددهم بالقتل، خلاص سقط القصاص عنه، سقطت الدية عنه، فقط يجب عليه أن يعطي دينارا واحدا. ومنها الإكراه على الصلح عن دم القتل، مصالحة على الدم، عن دم القتل عمدا. فلو كان لشخص دم عند آخر وهدده بالقتل أو الإيذاء إن لم يصطلح معه على مال كذا، على دينار مثلا، ففعل، فإنه يصح ولا يبقى له حق قبل الجاني، خلص ما عنده حق، فقد يجوز له أن يأخذ منه دينارا واحدا. يقول: ومنها، من موارد الإكراه، الموارد الصحيحة عنده في الإكراه، ومنها الإكراه على الصدقة. هذا جدا لطيف، يعني خوش طريق للمتسولين، يأخذ السلاحا يذهب إلى الناس: أعطوني صدقة ولا أقتلكم. هم أعطوا، لا لا هذا صدقة، خلاص 100 دينار 1000 دينار، خلاص صار صدقة، واجب عليهم، خلاص لا يجوز لهم أن يسترجعوا هذا المال. ومنها الإكراه على الصدقة، فإنها تجب عليه كما يجب عليه النذر. هذه موارد، اقرأوا بقية الكتب، اقرأوا هذا الكتاب، هذا الكتاب متوفر، الموارد كثيرة جدا، ليست مختصة بهذا المقدار. هذه نماذج. عندي سؤال: هؤلاء بهذه الفتاوى يلزم أن نتبعهم أم أولئك الطاهرين الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. في حديث شريف آخر في مكان آخر قال النبي صلى الله عليه وآله: ومن تخلف عنها هوى. في مكان آخر في حديث شريف آخر قال صلى الله عليه وآله: ومن تخلف عنها زج في النار. في مورد آخر قال النبي صلى الله عليه وآله: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. هؤلاء يتبعون أم أولئك؟
القرآن كتاب من؟ القرآن كتاب المسلمين أم كتاب اليهود والنصارى؟ القرآن الكريم يقول أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ أصلا السؤال جدا يعني جواب هذا السؤال جدا واضح، ولذا الله سبحانه وتعالى بعد هذا المقطع قال فما لكم كيف تحكمون، يعني القضية جدا واضحة، أين تذهبون؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ الإمام أبو عبد الله الصادق، الإمام أبو جعفر الباقر، الإمام علي بن الحسين زين العابدين، الإمام موسى بن جعفر، هؤلاء أحق أن يتبعوا؟ هؤلاء الذين يهدون إلى الحق، الإمام الصادق يهدي إلى غير الحق؟ لا، أسأل من شيعي، أسأل من هم؟ الإمام الصادق يهدي إلى غير الحق؟ لا، معترف له بعظمته، معترف له بتقوى، معترف له بكل عظمة. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ تفكير، أفلا تتدبرون؟ أفلا تتفكرون؟ يوم القيامة يأتي البعض مشى طول عمره بانحراف بخطأ، يعتذر يقول إلهي ما علمت، يقال له هل لا تعلمت؟ هذا العذر غير مقبول، ما علمت، هل لا تعلمت؟ هذه القضية أصلا لا تحتاج إلى تعلم، تحتاج إلى أن الإنسان قليلا يفكر، يترك العصبية فقط. القضية واضحة، المقارنة بين 100 وبين 99 مقارنة قد تكون دقيقة، ليس كل الناس يدرك، أما المقارنة بين 10 ملايين والمقارنة بين 10 ملايين تحت الصفر، مقارنة جدا واضحة النتيجة، لا توجد مقارنة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، لا يجعل الإنسان نفسه في خانة الظالمين، الله يظله. الظالمين الظالمون لأنفسهم، يا أخي لا تظلم نفسك، كن حريصا على نفسك على الأقل في القيامة، تريد أن تتبع، تريد أن تمشي في خط معين، انتبه. الأسبوع القادم، هذا الأسبوع الذي يأتي، كتذكير فقط، اليوم 9 من ربيع الأول الذي يصادف يوم 3 القادم، يوم عظيم جدا في حديث معتبر، هو عيد من الأعياد. طبعا الأعياد الإسلامية تعلمون قسمان، الأعياد الرسمية الإسلامية هي 4، الفطر والأضحى والجمعة، وأفضلها الغدير. وهناك أعياد أخرى أيضا إسلامية، ووردت كلمة عيد بالنسبة إلى أيام ثانية أيضا، ومن أهمها اليوم 9 من ربيع الأول الذي يصادف يوم 3. ومن هذا اليوم سمينا هذا الأسبوع الذي يبدأ من 9 من ربيع الأول إلى 15 من ربيع الأول، سميناه بأسبوع البراءة. في هذا الأسبوع ذكريات عديدة. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته، سادة الخلق أمير المؤمنين وأولاده الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، اللهم بحقهم، اللهم بمكانتهم، اللهم بقربهم عندك، بشأنهم عندك، بالذي أوجبت لهم عليك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا.
اللهم بحقهم ارزقنا اتباعهم في الدنيا، النهج على منهجهم في الدنيا، السير على خطاهم في الدنيا. اللهم ارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.